على هذا السرير في المستشفى تتحطم الأماني على صخرة واقع مرير. ترقد هنا بطلة الكاراتيه الفلسطينية نغم أبو سمرة، وقد اختيلت أحلامها ووئدت تطلعاتها لمستقبل رياضي زاخر بالنجاحات. فتصارع الموتى بالعناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلها في مخيم النصيرات وسط القطاع، جعلها طريحة على هذه الشاكلة في غيبوبة منذ أسابيع ثقال، لتترك غصة في قلب والد يتجرع العلقم وهو يرى ابنته ملقاة دون حراك أمامه، وتتردى حالتها يوما بعد آخر. الرجل مبتورة، كل يوم بنزلوها عمليات حتى يشيلوا الصديد اللي موجود فيها، وهذا إشي بقلقني كتير وأنا خايف كتير عليها. خايف يصير عندها تسمم. نغم مش صاحية حتى الآن لأنه ما في إمكانيات علاج في غزة. يتدهور وضعها الصحي تباعاً في ظل محدودية الإمكانيات الطبية في مشافي القطاع جراء تواصل العدوان الإسرائيلي وعدم وجود الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات الصعبة. فيطلق الوالد المفجوع بحال وحيدته التي بقيت على قيد الحياة من أفراد عائلته صرخات ونداءات للاتحادات الرياضية والجهات المعنية علها تسمعه وتتدخل لإنقاذ حياتها. تم مناشدة كل الصحافة والعالم الحر الخاص اللي بيحب الرياضة. نغم لاعبة كاراتيه، بطلة فلسطين من الطراز الأول، مميزة معروفة على مستوى الضفة وغزة، أخذت بطولات قطاع غزة سنوات متعددة، بطولات فلسطين عدة مرات. ثلاثة أشهر ونيف من العدوان الدموي على قطاع غزة، يلبس الفلسطينيون فيها ثوب الأسى على أحلام اختالتها آلة الحرب الإسرائيلية وأردتهم شهداء ومفقودين وجرحى، بينما لا يعلم متى تكتب نقطة النهاية لهذه المأساة التي خططها دماء الغزيين ودموعهم. رحاب الحمروني، تي عربي.